السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الفريق سعد الدين الشازلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق مرحبا سعد الفريق مرحبا بك في يوليو 1972 وقع حادث هام إذ أعلن الرئيس أنور السادات إجلاء أو طرد الخبراء السوفييت من مصر ما هي الدوافع التي جعلت الرئيس السادات يتخذ هذا القرار في الوقت الذي كان يعد فيه لمعركه اكتوبر؟ ده سؤال من الاسئله الغامضه اللي بتختلف فيها وجهات النظر ونبدا بان نقول بان السادات كما اعلن فيما بعد انه كان يريد ان يضغط على السوفيت وعندما تقوم الحرب فلا يكون أحد منهم موجود لماذا؟ ولكن الكلام ده مردود عليه <applause> لأن لو رجعنا إلى الوراء قليلا وهو يوم 6 يونيو يعني قبل هذا الحدث بشهر تقريبا دعا الرئيس السادات إلى مؤتمر في الصراحة بتاعته في الأناطر الخيرية وحضرها عدد محدود من القادة أذكر منهم الفريق صادق القائد العام ووزير الحربية وأنا واللي هو الجمصي ومحمود علي فهمي عن الدفاع الجوي واللي هو المسيري عن القوات الجوية واللي هو جوهر تنظيم وإدارة واللي هو علي عبد الخبير من المنطقة المركزية في هذا المؤتمر كان الهدف منه ان يقرا علينا تقرير كان كاتبه احمد اسماعيل عندما وكان يشغل في هذا الوقت رئيس جهاز المخابرات العامه ف ملخص التقرير بيقول ان نحذر ان تقوم القوات المسلحه باي عمليه هجوميه حيث انها ليست مؤهله لهذا في الوقت الحاضر نظرا لضعف القوات الجويه وعدم وجود دفاع جوي متحرك وبالتالي يجب ان تؤجل اي عمليات حربيه الى ان تصبح قواتنا الجويه في متوازنه مع القوات الجويه الاسرائيليه. ده يدل على ايه؟ على ان كان في خطه معموله كنت قمت بعملها اللي هي خطة المآذن العالية اللي هي خطة محدودة وترمي إلى العبور عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف والتمركز 10-12 كيلو شرق القناة وكانت هذه الخطة سرية جدا ولا يعلمها إلا عدد محدود جدا من من القادة اللي لهم علاقة بها يعني حوالي 7-8 لكن ما ذكر عفوا سعادة الفريق عن تلك المرحلة آه وما أكد عليه الرئيس السادات في كتابه البحث عن الذات هو أن في تلك الفترة كان الجاهزية العسكرية للقوات المسلحة كانت على أتم استعداد للمعركة يعني في, في, في النصف الثاني من عام 72 آه ذكر بأن القوات المسلحة كانت على أتم استعداد للمعركة آه هناك فرق بين التصريح التي تعلن على الصحف والحقائق التي يعلمها الناس اللي هم آه داخل هذه العملية وعشان كده أنت جاي بتقول لي شاهد على العصر فأنا بقول لك الحقيقة نعم. لأن هذه الحقيقة تدل على أن السادات لم يكن ينوي فعلا أن يدخل الحرب عام 72 هو كان قال أنه هيخلي عام 1971 عام الحسم, نعم. عام الحسم وفات عام الحسم دون أي شيء وعايز أثبت لك أن يوم إن 72 كمان لم يكن في نياته هذا للأسباب الآتية أنا كنت مختلف مع الفريق الصادق اللي هو كان وزير الحربية والقائد العام فيما يتعلق بالخطة خطة الحرب المحدودة لأن هو كان يريد أن لا نقوم بأي عملية هجومية إلا إذا وصلنا إلى مرحلة تفوق على العدو ونقوم بعملية كاسحة نحرر بها سيناء كاملة كاملة <applause> تماماً كما يجري كما كان يجري في المشاريع الاستراتيجيه اللي احنا بندرب عليها الناس نعم <applause> واللي هي كانت ابتدت من سنه 68 و69 <applause> و70 <وتسعة وستين وسبعين تصفيق> واخرها كان سنه 70 قبل ان اتولى رئاسه الاركان وكان في هذا المشروع بيتم تحرير سيناء على الورق وعلى الخطه في 13 يوم انما <applause> انا لما توليت ولقيت ان هذا الكلام كله ورقي ولا يتماشى مع الامكانيات الفعليه وطالبت بان انا اعمل الايه؟ العمليه هجوميه محدوده في امكانيات في حدود امكانياتنا وكما قلت لك اللي هي ايه؟ المآذن العاليه المآذن العاليه م. فلما اختلفنا مع اختلفت مع الفريق الصادق في هذا الموضوع من فكر العسكري واحد بيقول لك نعم. موضوعه ونقدر نبتدي دلوقتي وواحد بيقول لك لا نستنى ونستنى قد ايه الله اعلم لكن سعادتك بتعتمد على استراتيجيه عسكريه واضحه وهو ايضا يعتمد على استراتيجيه عسكريه واضحه اه تمام بس هو المهم انك انت تفصل الاستراتيجيه بتاعتك طبقا لامكانياتك وطبقا لامكانيات العدو اه انا هو لما بيقول لي نقوم بعمليه كاسحه قلت له يا ريت هل لديك في اثناء الحوار هل لديك القوات التي تستطيع ان تفعل ذلك؟ قال لي لا قلت له طب على اي اساس نوضح خطه ليس لدينا الامكانيات بتنفيذها هنا الفكر فانا بفصل خطه استراتيجيه طبقا لامكانياتنا وطبقا لامكانيات العدو نعم فلما اختلفنا ف كحل وسط يعني كومبرومايز ان أمشي الخطة بتاعتي اللي هي اسمها المآذن سميت المآذن العالية وكانت سرية جدا ونعمل خطة متوازنة متوازية لهذه الخطة اسمها الخطة 41 وهذه الخطة 41 لا تتمتع بالسرية بل بالعكس كنا بنتعمد إنها إيه تكون مفتوحة للروس علشان نقول لهم إن لكي نصل إلى المضايق كانت الخطه الهدف بتاعها الوصول للمضايق يلزمنا الاسلحه كيت وكيت وكيت اذا فهي خطه مش خطه للتنفيذ ده خطه لتقدير حجم القوات التي يجب ان تتوفر لدينا لكي نصل الى الايه وكذلك الامكانيات والاسلحه وكذلك الامكانيات والاسلحه يعني حتى عفوا يوم... هنا الماذن العاليه الروس لم يكونوا يعلموا عنها شيء اطلاق لكن القياده السياسيه في مصر كانت تلم بها الرئيس طبعاً. السادات في ذلك الوقت طبعا وضعتم خطه موازيه لخطه 41 من اجل التمويه على الماذن العاليه تماما تماما و... لكن الهدف آه. لكن الهدف الرئيسي كان ضربه محدوده للوصول الى 10 او 12 كيلو اللي هي خطه الماذن تماماً. العاليه تماماً. ال... الطريق او خطه 41 التي تريد ان تصل الى المضايق عمق كم كيلو في سيناء؟ حوالي 40 50 كيلو المضايق تقريبا فبالتالي انت بتعد ال 40 50 كيلو عشان تنفذ 12 كيلو لا دي علشان ان 12 كيلو دي معموله نستطيع نص ان نفعلها بامكانياتنا. الحاليه اللي كانت موجوده. الحاليه. الحاليه ما يعني ما احناش محتاجين يعني تيجي هذه الأس الاسلحه او ما تجيش آه ما فيش مشكله. انما دي لكي نصل الى المضايق نحتاج الى الاسلحه كيت وكيت وكيت. اولا قلنا موازيه لها للتمويه على الخطه آه الاصليه. الاصليه وفي الوقت نفسه لتقدير حجم الأسلحة والمعدات التي تلزمنا ويلزم أن الروس يمدون بها قبل أن نفكر في الوصول إلى إيه؟ إلى المضايق سعادتك قلت حاجة في المرات الماضية وأنا ملاحظ عفوا هنا مش عايز أقول تناقض وإنما أريد توضيح قلت لي أن الروس كانوا بيمدوكم بالسلاح حتى أن السلاح كان يفيض عن حاجة الجنود صحيح الآن القضية قضية سلاح أي. القضية قضية سلاح أي. وقضية إمكانات مسلحة أي. كيف نوافق ما بين هذه وتلك لا ما فيش تناقض إطلاقا لما نقول السلاح لما يجي السلاح هنجيب حت... الأفراد وهنبتدي ندرب ما هو ده كان اعتراضي على الخطة بتاعت صادق إن حتى لو جه السلاح عايزين بضع سنوات علشان الأفراد تتدرب وتكون جاهزة إنما يعني آه... التدريب على السلاح في عرف الحروب آه يعني في مفهوم ما يعني قراءاتي واطلاعي أنا صحفي برضو هو لست كما سعادتك تتوقع من حس أسئلتي بالنسبة للقضايا الاستراتيجية من المعلوم أنه ممكن حتى يعني أي سلاح حديث يعني لا تستغرق فترة التدريب عليه أكثر من ستة أشهر للمحترف إذا في عسكري محترف صح؟ مش دايما مش دايما وهناك فرق بين أنك أنت تكون عايز مئة فرد للتدريب على هذا السلاح وتكون عايز ألف فرد أو ألفين فرد للتدريب على هذا السلاح م. فإمكانياتك في تدبير الأفراد بتختلف نوعية الفرد لابد أن تتوافق من, من, عدد السلاح. من النوعية ومن العدد نعم من النوعية ومن العدد وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية اللي أنا بعترض على الخطة أن أنا أستنى لغاية ما إيه تيجي السلاح أولا هأطلب السلاح وهيجي بعد قد إيه وبعدين تجنيد الأفراد وتدريبهم والوصول بهم إلى المستوى هياخد قد إيه والكلام ده قد يكون بالنسبه للايه؟ للاسلحه سيادتك لما اتكلمت على الاسلحه الصو... البسيطه الصغيره، انما الاسلحه المعقده زي الطيران مثلا، طب افرض طيران الطيران مش حاب... ولا ستة اشهر ولا سنه هتعوز اكتر كمان من لان في الاصل هو طيار يعني آه. يعني ربما يختلف آه. نعم تختلف نوعيه الطيار هذا الطيار لما تنقله من الطياره ميج 21 الى يعني ميج 23 عايز طيار تاني يحل محل ال 21 نعم اذا انت عايز طيار جديد هم. انت واخد بس ده بيتنقل الى مستوى اعلى كل واحد بيتنقل الى مستوى والطاقه بتاعتك بانك انت كليه الطيران بتطلع كام واحد عدد محدود كل سنه نعم. عمليه مرتبطه ببعضها وعمليه معقده ماذا يعني. حدث بعد ذلك بعد عمليه الخلاف على الخطه عملنا الخطتين وخطه منهم معلنه والخطه الثانيه اللي هي ايه سريه اللي هي سريه لما يجي احمد اسماعيل ويقول بنحذر يعني معناه وصله علما بالخطه اللي هي خطه المآذن العاليه هم. من الذي سرب اليه هذه المعلومه فلاش باك اقول لك لازم ايه الفريق صاد لان وجهه نظره متطابقه مع وجهه نظر ايه الفريق اسماعيل آه, أحمد 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 آه نعم. لا هو كم في هذا الوقت حتى لو نعم آه اخذت بالك ف اذا الفكر ان فيه واحد بيقول لك نقوم بالعمليه الهجوميه بما لدينا وفي واحد بيقول لك تؤجل العمليه الى ان نصل الى مستوى التوازي مع الايه مع العدو مع العدو طيب هناك خلاف فكري م. ولما قرئ هذا الموضوع في التقرير اللي هو رفعه احمد اسماعيل لرئيس الجمهوريه لان المخابرات العامه تبع رئيس الجمهوريه نعم. فانا سمحت الى التقرير يكاد يكون بيعيد نفس افكار محمد صادق. نعم. قمت انا طلبت الكلمه من الرئيس وقلت له قلت له ليس هناك اي اختلاف في حقيقه المعلومه التي وردت في التقرير وهو ان ضعف قواتنا الجويه وضعف الدفاع الجوي يمنعنا من ان احنا نقوم بعمليه هجوميه كبيره م. ولكن من قال اننا نريد ان نقوم بعمليه هجوميه كبيره. في استطاعتنا ان نقوم بعمليه محدوده بحيث ان احنا نعبر القناه وندمر خط برليف ونحتل 10 الى 12 كيلو شرق القناه. ايه هدف الخطه دي طيب؟ اذا هدف الخطه هي دي بقى فلسفه الخطه اللي احنا بنقولها. اسرائيل لها مقتلين. المقتل الاول هو عدم قدرتها على تحمل الايه؟ الخسائر البشريه، نظرا لقله عدد الأفراد. عدد الافراد بتوعهم. المقتل الثاني هو إطالة مدة الحرب، كل الحروب السابقة كانت تعتمد على أساس حروب خاطفة خاطفة أو كما يسموها بليتش أنها تنتهي في خلال أربع أسابيع ست أسابيع لأنها في هذه الفترة بتعبئ 18% من الشعب اليهودي ودي نسبة عالية جدا الحالة الاقتصادية بتتوقف توقفا تاما في اسرائيل لان والتعليم بيتوقف والاقتصاد بيتوقف الزراعه بتتوقف الصناعه بتتوقف لان كل اللي بيشتغلوا في المصانع وفي الزراعه هم دول بقوا ايه ضباط وعساكر في قوات مسلحه فانا عايز استغل نقطتين الضعف دول يعني اعتمدت على حاجتين اولا اطاله امد الحرب ايوه ثانيا عدم قدره اسرائيل على تحمل خسائر بشريه بالضبط لكن في المقابل انت تستطيع ان تتحمل هاتين الاثنين، الاثنين الاثنين بساطة جدا، لأن أنا لما هكون في الدفاع هو هيجبر على إن هو إيه؟ يقاتل بالمواجهة فسأحدث فيه خسائر. وأنا أخضر منه في الدفاع. فهأحدث فيه خسائر. مسألة احتلال الأرض دي مش في دماغي خالص ومؤجلة. لماذا؟ مؤجلة. أهم حاجة هدف للقائد في الميدان إن هو يدمر قوات خصمه. بعد ما يدمر قوات خصمه الأرض تبقى مفتوحة، إنما ما للأرض أسبقية. الارض لا تكون لها اسبقيه على تدمير قوات العدو تدمير قوات العدو هي الايه الاسبقيه الاولى يعني ده جزء ايضا من فلسفه طبعا الخطه طبعا العسكرية. طبعا 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 فاذا لما انا شرحت الموقف ده اصبح السادات دلوقتي كرئيس جمهوريه في موقف الحكم في اثنين من كبار القاده عنده القاده عنده بيقولوا لا حرب الا بعد ان نصل الى ايه, إيه التوازي مم. واحد بيقول إيه؟, ايه لا نقوم بالحرب بالامكانيات اللي موجوده ونعوض ضعف قواتنا الجويه والدفاع الجوي المتحرك بان احنا نزحزح الدفاع الجوي الثابت من غرب القناه 20 كيلو الى الحافه الغربيه للقناه او 5 كيلو غرب القناه فبتدي عمق لك فبتديني عمق 10 15 كيلو نقطه الضعف بتاعتي غطيتها بالدفاع الجوي الثابت واستغليت نقط الضعف بتاع العدو دي فلسفة الخطة اللي بتغيب عن كثير من الناس حتى العسكريين عندما يناقشوا العملية م. ويجي يقول لك الأرض أرض إيه؟ الأرض دي ما هي يوم ما يتدمر القوات العدو الأرض تبقى مفتوحة خالص تمرح فيها كما تشاء لكن لو خدت الأرض والعدو بتاع قوته يستطيع هو أن يستردها منك لو خدت الأرض وأنا موقفي العسكري وحش يبقى م. خطر علي لأن أنا وأنا 10-12 كيلو ما يقدرش يهاجم اجنبي ماليش اجناب وماليش مؤخره لان اجنبي مرتكزه في الشمال على البحر الابيض وفي الجنوب على خليج السويس ومن الخلف على قناه السويس فماليش اجناب لازم يهاجمني بالمواجهه وعشان يهاجم بالمواجهه خسائره تبقى اعلى خسائره اكبر وخسائري انا اقل م. وبعوض قدرته في التعاون بين الدبابات وبحرمه من الحاجات الميزات اللي بيتميز بيها. زي ايه هو بيتميز بوسائل الاتصال الجيدة جدا م. بين الدبابات وبين الايه؟ وبين الطيران، ففي الارض المكشوفه يعني بص تلاقي سبع دبابات او ثمان دبابات ظهر قدامهم عدد اكثر من الدبابات بتاعتنا او قوات، تبص تلاقي في خمس دقائق الطيران موجود. م. لان هو عنده تفوق في الطيران في عامل لا مركزيه في الاستخدام مم. انما احنا عشان ضعف القوات الجويه بتاعتنا عاملين مركزيه شديده جدا في استخدام القوات الجويه ما يعني حتى قائد الجيش مالوش سلطه ان هو يستخدم الطيران لازم يتصل بالقياده العامه والقياده العامه تدي له ايه طيران تدي, تدي له طيران فنتيجه لكن تستطيع سريه دبابات اسرائيليه ان تستدعي الطيران ان تستدعي الطيران وبالتالي بتبقى في سرعه الايه؟ الاستجابه سرعه غريبه جدا مم. فانا بحرمهم من كل هذا لان انا دلوقتي وانا موجود في الايه؟ في على 10 15 كيلو يعني ماليش اجناب وماليش مؤخره حتى انه ايه؟ يستغلها ويطوق الاجناب ف نعود الى ايه؟ المؤتمر بتاع قناة الخيريه وده مؤتمر مهم جدا، كل اللي بيتكلموا كل اللي بيناقشوا ما بيجيبوش سيره ايه؟ مؤتمر المؤتمر قناة الخيريه المؤتمر لان دي مهمه جدا 6 يونيو 72 6 يونيو 72 بطل التاجيل او ابطال التاجيل تاجيل الحرب مين؟ محمد صادق وايه؟ و... والفريق اسماعيل و... و... احمد اسماعيل نعم. والذي ينادي بالحرب بما لدينا من قوات هو ايه؟ سعد الشيزري وحدك لم يكن أحد من باقي القاده يعني يؤكد على هذه الاستراتيجيه أو الخطه التي طرحتها؟ القاده كل واحد له تخصص. القاده اللي موجودين دول كل واحد منهم لا يتكلم الا في ايه؟ تخصصه. في تخصصه. اذا كانت الخطه تتعارض مع جزء من تخصصه ممكن ان هو ايه؟ يبدي رأيه اذا نعم. رأى في ذلك. نعم. انما الناس اللي لهم حق الكلام عن الخطه محدودين وكما قلت لك نعم. هو التلاتة دول نعم آه ف دلوقتي رئيس الجمهورية لازم كان مفروض ان هو يتخذ ايه قرار قرار مم. ما اتخذش قرار مسك العصايه من الوسط وابتدى يتكلم كلام انشائي آه حقيقه احنا ما من ضمن اللغه الانشائيه يجب الا ندخل الحرب الا اذا كنا متاكدين تماما بان لنا التفوق ونستطيع ان ايه ان ننجح بصفه 100% ولكن يجب ان نفكر ماذا لو ايه آه ماذا نعمل لو فوجئنا وفرضت الحرب علينا م. كلام انشائي لا يودي ولا يجيب المهم انت قلت القاده رايهم ايه اللي هو المسيري اللي هو كان نمرة اتنين في القوات الجوية وهو اللي حضر هذا المؤتمر لأن اللي هو حسن مبارك في هذا الوقت ما مش عارف السبب اللي اللي تسبب عن إنه ما يحضرش وحضر عنده اللي هو مسيري راح اللي هو المسيري واقف وقال أؤيد ما قاله الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان مائة في ده القوات الجوية نعم. يعني بيعترف لان انا بقول لهم اذا كنا هنستنى على ان نوصل القوات الجويه بتاعتنا الى إيه الايه إلى مستوى هنقعد سنوات سنوات طويلة سنوات طويلة لا يعلمه إلا الله نعم. فلما يشهد بقى شاهدوا من أهلها بقى زي ما بيقولوا نعم. ها فالمسيري فكان ده تأييد أكبر تأييد, تأييد, تأييد مطلق الآن تأييد مطلق نعم. قال لك أؤيد ما قاله الفريق سعد الشاذلي 100% آه الرئيس السادات ابتدى يتكلم الكلام الإنشائي والله يا مسيري إذا ما كنتوش تحاربوا كويس هنربطك في الشجرة كلام نعم. يعني, يعني. هزار وبتاع وحاجات زي كده وانتهى الموضوع ولم يتخذ القرار طيب لما جه في 24 اكتوبر او في 26 اكتوبر وقرر اقاله اقاله محمد صادق قرر اقالته بحجه انه لا يريد ان يدخل الحرب كويس طيب لما انت محمد صادق لا يريد ان يدخل الحرب وعايز واحد يريد ان يدخل الحرب ان يدخل الحرب قائد عام تجيب سعد الشاذلي ولا تجيب احمد اسماعيل محمد اسماعيل هو محمد صادق نفس الرأي نعم فجاب احمد اسماعيل شوف التناقض هنا بقى الحاجات اللي هي غير معروفه لأن ما حدش بيناقش ايه ها الرئيس فيما يتخذ من قرارات الرئيس لا و... و... وعلى مستوى الشعب الكلام ده ما ايه ما, ما بينقش واقول لي في كل الاحاديث حد جاب سيره المؤتمر بتاع ايه ها بتاع بس عفوا سعادة الفريق دايما يعني سعادتك الان قلت فقط كان ثلاثه لهم الحق في الحديث في الخطه آه. الرئيس السادات كان القائد الاعلى للقوات المسلحه وهو اللي من حقه ان يحسم في النهايه طبعا كذلك في عمليه اختياره للقاده من السهل ان يبرر انا آه. لا اريد هذا واضع ذاك آه. لهذا السبب فهذا ايضا تعود له هو بالضبط يعني لا نقول من المفروض ان كان يختار فلان او يختار علان احنا ب... احنا بنحلل بقى انا كمحلل يعني دلوقتي هو ما فيش شك ان له الحق انما هو لما يجي يقول لك ايه ان هو لا يريد الحرب ويجيب احمد اسماعيل وهو عنده التقرير الرسمي ان هو بيقول لك ان احنا غير قادرين على دخول الحرب، الكلام ما يبقاش غير, من... بيبقى غير منطقي. ما هو احمد اسماعيل ربما يغير وجهه نظره الان ويصبح هنا بقى الحرب. الكلام هنا ما. بقى الكلام هنا بقى الكلام. لما جه احمد اسماعيل وتعين قلت له قلت له انا اذكرك بالتقرير اللي ايه؟ م. اللي بعثته لرئيس الجمهوريه وقرئ علينا يوم ايه؟ 6 يونيو 6 يونيو ل 26 اكتوبر حزبة ايه؟ أربع شهور يعني. كيف كانت علاقتك بأحمد إسماعيل في تلك الفترة؟ كان هناك خلافات سابقة قديمة بيني وبين أحمد إسماعيل منذ أن كنت في الكونغو ولكن وجود كلينا في منصب رئيسي كان يفرض على كل مننا أن هو إيه؟ يعني يحترم هذا المنصب وأن يجعل أي خلاف فوق يعني مصلحة البلد تكون فوق أي خلاف يعني. هل كانت خلافات شخصية أم خلافات في الأسلوب العسكري في العمل؟ آه الخلافات السابقة اللي هي كانت حصلت واللي هي كانت أساس الخلاف كانت حصلت في الكونغو آه وقت أنا ما كنت قائد الكتيبة العربية. سنة 60 في, في الكونغو. وكان, وكان معك هناك في الكونغو؟ لا لا هو ما كانش ضمن قوات الأمم المتحدة. ولكن كان ارسل على اساس بعثه عسكريه تشوف مطالب الجيش الكونغولي ايه مم. ايام لومومبا نعم. وبعدين لومومبا عندما يعني سقط وحل محل موبوتو قبل الايه البعثه ما توصل مم. واصبح حكم معادي وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك ايه اتصال بين القياده العامه والقوات المسلحه نعم. آه المصريه والجيش الكونغولي ولم يحدث تعامل عسكري بينكم منذ عام 60 وحتى عام 72 لا ما انا هقول لك بقى فلما جه وما كانش له عمل يعني يستنى في مبوته طبعا فقعد فتره فحاول ان يتدخل في ايه في عمله في عملي فرفضت واختلفت معاه و كانت رتبتكم العسكريه متساويه لا كان هو اقدم وهو حب يستغل هذه العمليه فقلت له انا ماليش مالكش علاقه كنت انا عقيد وهو كان عميد يعني م. فاختلفنا وبعثت اشاره انا للقاهره آه ووصل شمس بدران على طول علشان يشوف الموقف وحسب الموقف وسحبوه هو والايه والمجموعه بتاعته علشان ما بدون اي عمل يعني م. ولكن تركت آه اثار آه بقيت خلال الفتره اللي هي بعد الكونغو الى 73 انما بعد تعيينه 73 كان الموقف ايه آه يعني كل 72 نا. في اكتوبر 72 في اكتوبر 72 آه كان الموقف آه يعني كلنا بنحاول ان احنا نجنب هذا آه آه الخلاف الان هو كان عفوا على خلاف معك فيما يتعلق بالخطه قبل اربعه اشهر ماذا بعد هو ما أصبحت أصبحت مش خلاف معايا هو في وجهه نظر مستقل نعم ولكن نعم وجهه النظر بتختلف معي نعم لان هو ملوشي. علاقه بيا نعم ده هو له علاقه برئيس الجمهوريه على طول كرئيس جهاز المخابرات العامه الان اصبحت علاقته مباشره بيك هيبقى علاقته مباشره بيا فبقول له الخطط اللي عندنا كيت وكيت وكيت ولا لم يحصل اي ايه تغيير في القوى النسبيه وما زالت الحرب المحدوده اللي هي 10 12 كيلو هي الوحيده الباقيه التي ممكن تنفذها اما اي خطه اخرى فايه هيكليه ورقي واقتنع بهذا واستمر هذا الوضع بقى الى حوالي مارس تقريبا مارس او ابريل على ما اذكر يعني 73 73 وقال لي عايزين نعمل خطه الوصول الى إيه؟ المضايق. الى المضايق نعم هنا البدايه بقى اللي هي كانت الخطه المعلنه اللي اطلعتم الروس عليها 41 آه. عايز اقول ان 41 دي خلال سنه 72 تغيرت الى جرانيت مم. تغير الاسم ولكن نفس الايه الفكره مم. اللي هي الوصول الى الايه الى المضايق فقال عايزين نعمل خطه ايه الوصول الى المضايق ما ينفعش عشان كيت وكيت 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 الأسباب اللي إيه اللي انت اللي واللي الناس لازم تكون حفظتها دلوقتي ضعف القوات الجوية وعدم وجود إيه غطاء جوي, و... غطأ جوي وعدم وجود قوات وتحرك نعم. وتفوق الجوي والعلاقات بين الطيران والدبابات والأجناب بتاعتنا والوصول إلى يعني الحاجات اللي هي م. متكررة وثبتت و... في الحروب السابقة مع إسرائيل نعم ف... سكت وبعدين برضو عاد مرة أخرى وقال لي لا دي عايزينها علشان نعرضها على السوريين حتى يقتنعوا بإيه إنهم يخشوا معنا الحرب م. فأنا حتى قلت أنا أفضل أن أدخل الحرب مستقل بدون مساعدة من الجبهة السورية فضلا عن أن إيه أقوم بإيه بعملية هجومية للسوق المضايق لأن دي حتعرض قواتنا إلى الإيه إلى التدمير من الأجناب ومن الخلف وهو الآخر زي ما حصل كل إيه كل سنة لأن ضعف القوات الجويه والدفاع الجوي نعم فقال لي لا, نعم. لا ده هنعملها ونعرضها على السوريين انما مش حتتنفس بناء على هذا اتعملت الخطه وايه؟ واتعرضت على اساس انها للعرض على السوريين هنا بقى السؤال على الكلام قلت ايه؟ هل فعلا السادات كان يريد ان يدخل الحرب؟ سنة 72 أنا بقول لا، وما تاخدش تصريحات السادات باستمرار على أساس إنها على أساس مفهومة، لأنه أوقات يقول لك يمين ويخش شمال، ويقول لك شمال ويخش يمين، هو ده الأسلوب بتاعه، أنت لما تشوف في ما قالوا في اللقاءات بتاعة القادة عن الروس، أوقات يطلعهم السنة، يقول لك الروس هو إحنا نقدر نعمل حاجة من غير الروس؟ دول هم اللي أدونا وسلحونا جيشين وكذا 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 وكذا, وكذا. وثابت الكلام ده في ايه؟ في وثائق رسميه. ويجي مثلا بعد الحرب يجي يقول الروس ما كانوش بيدونا حاجه اطلاقا، واحنا اللي عملنا كل الكباري، واحنا اللي عملنا كذا 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 كذا. ف اذا ما ناخدش كل ما يقوله السادات كانه قضيه مسلمه بل نحطه في التطلع. لانه بيلعب سياسه سعاده الفريق بيلعب سياسه بس بيلعب سياسه يعني انت رجل عسكري محترف عندك واحد واحد يساوي اثنين كما يقال هو بيلعب سياسه اللي فيها الواحد يساوي 100 ويساوي 200 احيانا ويساوي 10 و... يعني يلعب فهو رئيس سادات كرئيس بيلعب سياسه انما ما يخدعش ما يخدعش القاده بتوعه ما يخدعش الشعب بتاعه هنا لما تخش أنا مش عارف مش عارف يعني مش ربما لا نريد ان نوصلها الى مرحله الخداع المقصود ولكن انا انا برضه هنا في عام 72 قبل ان نغادره الى 73 وقضيه اجلاء الروس اللي احنا سالناها في اول الحلقه عملية اجلاء الخبراء الروس وده اعتقد تم على ايديك عملية آه، الإجلاء طبعا طبعا كان هناك ارقام مبالغه في اعداد الروس الاسباب آه، آه قال السادات إن قال انهم 17000 نعم العدد الحقيقي لهم 7500 وتوزيعهم كالاتي 1000 مستشار وخبير و6000 وحدات عسكريه مم. افراد عسكريين يعني اللي هم كانوا في 27 وحده دفاع جوي تمام كده مم. والطيارين وال بتاع نعم. و 750 عائلات م. عائلات مدنيين واولاد وزوجات نعم، نعم، وكلام من ده كل نعم. ده دول ال 7500 الذي انيط بنا ان ايه ان نرحلهم لكن بقي اخرون في مصر غيرها بقي عدد قليل عدد قليل كان فيها عندنا اللي هو سكاد اللي هو الصواريخ, الصواريخ صواريخ سكاد نعم صواريخ سكاد كان موجوده ومعاهم الخبراء بتوعهم اللي بيدربوا الضباط والعساكر بتوعنا فهم دول اللي بقيوا اعداد بسيطه يعني لكن يعني الرئيس السادات ايضا ذكر ان قبل الحرب قبل اكتوبر بفتره وجيزه ارسل الروس اربع طائرات شحنه عملاقه حتى تنقل عائلات الـ الـ السوفيت اللي كانوا موجودين في مصر بناء على طلب سوفيتي وليس طلب مصري ده ده انت رجعتنا اليوم 5 اكتوبر بقى احنا قفزنا دلوقتي بعد كده الى ايه 5 اكتوبر مش ايه لا انا انا اقفز ل 5 اكتوبر ليه لان حضرتك بتقول ان كان باقي مجموعات قليله لكن الاربع طائرات من المؤكد انها ستنقل عدد كبير لا لا انا اقول بضع مئات يعني لما انت م. لما اقول لك بضع مئات <applause> فالمئات يعني ما هو هتبص تلاقي لما اربع طيارات يشيلوهم ويشيلوا العائلات بتاعتهم ويشيلوا كل حاجه يعني. لكن النسبه الاكبر خرجت في 72 طبعا طبعا ده احنا دوكه قعدنا نرحل فيهم 15 يوم لكن شعرتم ان خروجهم اثر عليكم من الناحيه يعني العسكريه؟ مفيش شك عسكريا على قدراتنا العسكريه لما انت لكن ايه الحسابات البديله؟ ما هو البديل بعد اخراج الخبراء السوفيت؟ ما فيش بديل غير ان احنا نا... 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 نعمل ليلا ونهارا علشان نعوض الايه؟ عشان نعوض هذا النقص والدفاع الجوي بنهاية 72 كان استطاع ان هو ايه يطقم الاسلحة التي ايه تركها الروس واصبح كلها اطقم مصرية لكن ليس إنما لديك الطيران انما مم. الطيران لم يستطع ان هو يعوض المئة طيار في الستة اشهر دول لكن ليس لديك سبب مفهوم حتى الان عن اسباب اجلاء الروس غير ما ذكره الرئيس السادات. غير ما ذكره الرئيس السادات م. ودي برضه من الحاجات اللي هي عايزه بحث وعايزه تدقيق ولا بد ان نصل الى مثلا العلاقات والارشيفات السريه في العلاقات بين السادات وبين امريكا وبينه وبين الاتحاد السوفيتي ودي حاجات غير متاحه لغايه دلوقتي. البعض ذكر ان ربما الرئيس السادات كان يريد ان يتحول الى الولايات المتحده باعتبارها هي التي تقف وراء اسرائيل وبالتالي طرد السوفيت ربما يجعل الولايات المتحده تعيد حساباتها بالنسبه لعلاقتها مع مصر التي ربما كانت مقطوعه حتى في ذلك الوقت لا استطيع ان اؤيد او انفي مثل هذه الاشياء وانا شخصيا استبعد ان تكون هذه الخطوه خطوه ساداتيه 100% هو بيقول لك انا ما لم استشر حد وانا اخذت هذا القرار بنفسي واو الاخر آه وكيسنجر علق على هذا الموضوع قال لك ان هي يعني الله طب انتوا كنتوا بتطلبوا ان الخبراء الروس يمشوا لما الخبراء الروس مشوا طب اعملوا حاجه قدموا حاجه للسادات قال لك السياسه ما فيهاش اخلاقيات وما فيهاش يعني اذا كنت حاجه خدتها بلاش يعني ايه اللي خليني ادفع فيها فلوس يعني مم. فانما هناك علامات استفهام مم. ما هي الخطوه يعني ماذا كان يريد السادات من وراء هذه الخطوه؟ لا استطيع ان اؤكد او انفي غير ان انا اقول لك ما سمعناه من السادات في هذا الوقت نعود الى الايام التي سبقت حرب اكتوبر على اي شيء استقررتم في النهايه بعدما الان اصبحت خطه الماذن العاليه مستبعده واصبح هناك مطلوب وضع خطه للوصول الى المضايق لعرضها على السوريين من اجل دفعهم للمشاركه في الحرب لا ده اعتبارا من مارس وابريل اتوضعت الخطه اللي هي الخطه الايه؟ الوصول الى المضايق وادمجنا فيها المآذن العاليه وسميناها وال... المرحله الاولى مم. المرحله المرحله الاولى هو عبور قناه السويس وتدمير خط برديف واحتلال 10 12 كيلو ثم بعد موقفة وقفه تعبويه مم. تتقدم قواتنا للوصول الى المضايق دي المرحله الثانيه فالخطه بتعرض على السوريين كايه كخطه واحده مم. عن مرحلتين مم. ولكن النيه المبيته عندنا فالقيادة العامة للقوات المسلحة هو تنفيذ المرحلة الأولى فقط من هذه الخطة نعم. وهذا الكلام أيده السادات في حياته وأحمد إسماعيل وإن كان لم يعبر لا بنعم ولا بلا وبعدين سعد الشاذلي وقادة الجيوش ودخل فيها أبو غزالة ودخل فيها حافظ اسماعيل في الكتاب بتاعه كل دول قالوا ان الهدف بتاع القوات المسلحه المصريه هو 10 الى 12 كيلو واعتقد حتى الفريق سعد مأمون اشار الى هذا ايضا ما هو الجيوش نادي الجيوش اللي هو سعد مأمون وعبنا مواصل نعم آه لم يشز عن هذا الا الجامسي مصري. مصري هو اللي قال لك ان الخطه الوصول على المضايق وهو صادق اذا افترضنا ان الخطه اللي هي صح. ايه صح الذي يريد يقول هذا صادق والذي يقول هذا صادق لكن المهم التنفيذ العملي بالضبط أو دي كانت مرحلة أولى آه. تليها مرحلتين. هو صادق لأن الخطة الموسومة اللي موجودة على الخرايط بتقول فيها إيه الوصول للمضايق سعادتك بس... الآن وضحت لنا الصورة تماماً أي. يعني الصورة الآن أصبحت واضحة تماماً آه. بالنسبة للمآذن لل... العالية والمضايق الإثنين آه. الخطة واضحة بالنسبة لنا آه واضح. فيهم. نعم آه. نعم. الخطة التي اتفق على تنفيذها ما قبل الحرب بأيام كيف كان الاستعداد لماذا يعني قبل ديت عايز اسالك ليه انت بترفض السوريين يشاركوا كانوا يشاركوا معاكم في الحرب وتدخلوا حرب قويه تشتتوا فيها جهود الاسرائيليين على جبهتين. صح بس بشرط الا اعرض قواتي للخطر. مم. يعني أنا لان انا شايف ان وصولي الى المضايق هيفتح الاجناب بتاعتي ويدي الفرصه لاسرائيل انها تستخدم الوسائل اللي هي متفوق علينا فيها وهو الطيران والدبابات هم. وتضرب الأجناب وتصل إلى المؤخرة نفس الكلام اللي احنا ذكرناه آه. الفريق لما لم يتم إشراك الأردن في هذا الوضع طالما تم إشراك سوريا برضو هذا هو موقف سياسي ولكن أعتقد أنه أخطر قبل ذلك ببضعة أيام دون أن يحدد له التوقيت لأن أحمد إسماعيل سافر إلى سوريا يوم 3 او 4 اكتوبر م. ليضع اللمسات الاخيره في التنسيق بين الجبهه المصريه والجبهه الايه السوريه, السورية. ويتفق على ساعه بدء الهجوم لان كان م. حتى هذه اللحظه لم يتم الاتفاق بيننا وبين السوريين على ساعه بدء الهجوم اتفقنا على اليوم م. ولكن لم نتفق على الساعه لاننا كنا نريد ان نبدا في اخر ضوء ليلا وهما كانوا يريدوا ان يبداوا مع الفجر مع اول فبعد ان التقى مع السوريين اعتقد ان هو بعث باللواء نوفل الى الاردن ليوديهم فكره على ان في احتمال الحرب قريبه دون ان يفصح عن ايه؟ عن التوقيت من ستة بالضبط. من الذي حدد 6 اكتوبر؟ من الذي حدد؟ القياده العسكريه من ضمن الدراسات بتاعتها بتنتخب التوقيتات المناسبه يعني لان فيها عناصر كثيره بتؤثر على انتخاب هذه الايام اولا القمر اوقات المد والجزر اللي في القناه يعني في سلسله من الايه من الاسباب التي تخلينا ننتخب يوم معين او نفضل يوم معين يعني يعني معنى ذلك انه طرحت عده تواريخ وتم اختيار هذا التاريخ تمام من بينها تمام فالقياده السياسيه المصريه والسوريه التقوا في 21 اغسطس 1973 في الاسكندريه نعم وكان هذا اللقاء السري اللي اشار له الرئيس السادات الايه؟ اللي الرئيس السادات اعلن انها كانت زياره سريه للرئيس السوري لا ده الرئيس السوري ما جاش، ده القياده العسكريه هي اللي القياده العسكريه القياده العسكريه ممثله في وزير الدفاع م. ورئيس الاركان السوري م. م. وكل واللي يقابلهم هنا قائد القوات الجويه وقائد الدفاع الجوي قائد البحريه مدير المخابرات العسكريه هنا وهنا خدت بالك هو نوفل كان يعني سكرتير عام هذه القياده كان رتبة اللواء نوفل كان وظيفته ايه؟ أو هو, هو الحقيقة لأن أصبح في جبهتين الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية اللي هي مصر يعني أو الجبهة المصرية والجبهة السورية وأحمد إسماعيل مفروض أن هو قائد الجبهتين فاللواء نوفل المفروض أنه ايه؟ منسق أو منسق وبيساعده في ايه؟ في إيه هذه العملية مم. يعني دون أن يكون له قيادة مستقلة أو حاجة لعنى. من كده يعني آه ف آه في هذا المؤتمر عرضت القياده العسكريه القيادتين العسكريتين مجموعتين مجموعه منهم من 5 الى 12 سبت اكتوبر ومجموعه ثانيه سبتمبر من 7 الى 11 او 12 سبتمبر وترك للقياده السياسيه انها تختار اي توقيت داخل هاتين الايه؟ التوقيتين على ان تخطر القياده العسكريه قبل بدء الهجوم ب 15 يوم لان عاملين جدول زمني بقى يه ناقص 15 او يعني يوم الهجوم ناقص 15 نعمل كذا ونعمل كذا يعني في حاجات ما بنعملهاش علشان ما نخليش العدو يكتشف نوايان الهجوم بنشيلها لغايه اخر لحظه. ف ده عرض يعني المؤتمر خد ثلاث ايام 21 22 و 23 وبعدين اتعمل محضر به من صورتين ووقع على هذا ده اغسطس 73 اغسطس 73 اغسطس 73 ووقع على هذا المحضر كل من رئيس الاركان المصري ورئيس الاركان السوري يوسف شكور و بترفع هذه التقارير الى ايه؟ الى الرئيس السادات والرئيس الاسد. آه طبعا الوقت بتاع سبتمبر ده كان ضيق جدا، يعني لو فات اربع ايام لو ما قلناش قبلها باربع ايام بعد اربع ايام يبقى معناها ان مش هينفع. مفيش حاجه في سبتمبر. لان احنا لان احنا قلنا 15 يوم مم. واحنا اصبحنا 23 اغسطس. نعم نعم. ودو كانت من يعني خلاص مفيش اظن آه كان يبدا من 7 سبتمبر فاضل نعم نعم فلما لما هذه الفتره آه اصبح واضحا ان ايه ان الميعاد سيكون في اكتوبر هو هيكون في اكتوبر ما بين ايه 5 آه اكتوبر و 12 اكتوبر آه ده فيما يتعلق بايه آه توقيت الهجوم انك انت بتقول ايه نعم آه ليه نعم. اخترته 6 آه اكتوبر آه داخل هذا الاسبوع كمان بالإضافة إلى القمر والبتاع وال العوامل الأخرى نعم العوامل الأخرى داخل فيه برضه حاجات تانية مهمة أهمها أمال أعياد الكثيرة للإسرائيليين أو لليهود في ذلك الوقت في, هذا الوقت واختار يوم الغفران على وجه الخصوص كان مقصود يوم 6 أكتوبر بالضبط كان هو يوم عيد الغفران مم. يعني نستطيع أن نقول أن عملية تحديد مواعيد المعارك تخضع لاعتبارات ومعايير كثيره جدا، ليس الجانب العسكري وحده هو, <applause> هو الذي يحددها او هو الذي يحسمها. الاثنين مع بعض سياسيا وعسكريا. الجاهزيه العسكريه في ذلك الوقت كانت ب... على الطول تناسب الخطه التي تم اعتمادها. طبعا طبعا. يوم 6 اكتوبر يوم 6 اكتوبر في حياتك كيف بدا من اوله الى يعني نهايته كيوم؟ بالنسبه لي. نعم. الحقيقه يعني نعود 24 ساعه للخلف لان 6 اكتوبر ما كانش في حاجه تقدر تعملها يعني كنت قاعد تتفرج وتشوف السيناريو اللي انت عملته ماشي زي ما هو زي ما هو مرسوم ولا لا 5 اكتوبر ان انا ف... لما ارجع ليوم 5 اكتوبر وكان يوم جمعه امم خدت بعضي ورحت القي نظره اخيره على الايه على الجبهه وبالذات الجيش الثالث والجيش الثاني فوصلت يوم 5 اكتوبر الى قياده الجيش الثالث وكان فيه اللواء عبد المنعم واصل وكان بيقرا خطبه بقول له بتعمل ايه يا عبد المنعم بيقول لي ده خطبه حقولها بمناسبه الحكومه قعدت اسمع كلام حماسي مم. وقوي و طب هتقول الخطبه دي ازاي يا عبد المنعم ده انت المواجهه بتاعتك 40 كيلو هتجمع قاده الفرق علشان تقولهم قاده الفرق ما هم مشحونين معنويا والكلام ده كله ما همش هم محتاجينه ولا هتجمع قاده الالويه وتحرم الوحدات من القاده بتاعتهم في وقت هم في اشد الحاجه ليه وفي دماغي الموضوع بتاع ايه بتاع آه 67 <تضيف> لما اجتمعنا احنا في ايه في فايد ها والعدو قام بالضربه بتاعته لان دايما احنا بنعمل حساب احتمال ان العدو يقوم بضربه اجهاضيه إيه قبلك نعم لو حس بيها وكان ممكن يعمل لا. قال لي طب ما الله اقتراحك اقتراحي وأقولها للتاريخ أنها لحظية م. قلت أقوى خطة وأقصر خطة هي الله أكبر م. فمجرد أن إحنا نجيب مجموعات من الأفراد وعلى كل كيلو من قطاع الاختراق ما هو لما يكون المواجهة بتاعته 40 كيلو هو ما بيخترقش في ال 40 كيلو يعني نعم, نعم. يعني بيخترق من حته حتة معين ونحط على كل كيلو فردين او ثلاثه ومعاهم ميكروفون من الترانزستور ده م. ويقول الله اكبر كل الناس اللي هم بيعدوا اوتوماتيكي هيرددوا كلمه ايه الله اكبر الله اكبر وتشتعل القناه كلها بالايه بنداء الله اكبر وهذه اقوى خطبه واقصر خطبه اقصر خطوة. قال طب ما عنديش انا الترانزستورات قلت دي مشكلة انا انا اجمعها لك ومن مكتبه اتصلت بمدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحه قلت له اجمع لي كل الترانزستورات اللي موجوده في القوات المسلحه في اي حته وعايز قبل بكره الساعه عشرة تكون 20 ميكروفون في قياده الجيش التالي. أنا حسبتها طبعا نعم بتاعته نعم. ايه كذا نعم. والجيش الثالث عنده كذا 20 ميكروفون ترانزستور في قياده الجيش الثالث و30 في الجيش الثاني وعايزه تكلمني بعد ساعتين تقريبا تقول لي قادر على تنفيذ هذا الامر ولا لا لان انا مش عارف النوعه هيجي يعني بس. يعني احنا الشاهد هنا هو ان اختيار الله اكبر الله اكبر ك يعني لحظيه من عند الله نعم نعم لحظيه من عند الله. جاءت في يوم 5 اكتوبر وبهذه الطريقه التي ذكرتها آه. والجبهه بالكامل وكل الجنود وكل الضباط كلهم جعلوا كلمه الله اكبر او اعلان الله اكبر هو المدخل الرئيسي للمعركه وهو النداء الذي ظل الجيش المصري يردده طوال جميل. حرب جميل. اكتوبر جميل. الحلقه القادمه ان شاء الله هنتناول الحرب نفسها ابتداء من يوم 6 اكتوبر وحتى ايقاف الحرب في 22 اكتوبر الثغره كيف وقعت وهل انت السبب فيها كما ذكر رئيس السادات اسبابها مساحتها لماذا تمكن الاسرائيليون من عمل الثغره ثم نحلل حرب اكتوبر بجانبها المختلفه سعاده الفريق سعد الدين الشاذلي شكرا جزيلا لك في الحلقه القادمه ان شاء الله نواصل الاستماع الى شهاده الفريق سعد الدين الشاذلي على العصر في الختام انقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا احمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله